بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أنا سليماني وهذا موضوعي. هناك موضوع حساس جلكم غافل عنه. الناس اللي تعرفني في التيك توك عندي تقريبا ما مدته 4 أشهر أتحدث في موضوع الزواج المختلط والانبطاح والجواري وإلى ما ذلك. قبل تقريب 2 سنين كنت نطلع في لايفات مع أصدقاء لي في الجامعة بمختلف تخصصاتهم، وكان من بين نخبنا ناس درسوا علوم الفقه والشريعة، وكان هدفنا مناظرة الملحدين، وتمكننا من استرجاع فئة منهم عادوا يعني إلى الإسلام، ما قرابة 70% منهم يعني نساء مراهقات. واتضح فيما بعد أن جل هؤلاء النسوة هن يعني عبارة عن مراهقات، كانوا يطلعوا اللايفات على مشارقة ومصريين وإلى ما ذلك، وتبنوا الفكر الإلحادي. يعني شوف الخبث تاع هؤلاء الناس وين وصل، يعني وصل حتى لضرب الاستقرار الجزائر، وضرب استقرار الجزائر يكمن في ماذا؟ في ضرب المرأة الجزائرية، وبالتالي ينشئ لنا الجيل غير فعال، والجيل يعني غير متمسك بوطنه وبعقيدته. فهذه المرأة أو التي تدخل الإلحاد أو التشيع، أيضا هناك لايفات وجروبات، وهناك جروب أيضا هنا في الفيسبوك استطاع أن يدخل أكثر من 600 جزائرية للتشيع، بحجة أن هؤلاء الجزائريات دخلوا لهذا الجروب العراقيين يعني، وأصبحوا يعني مرتبطات مع عراقيين وإلى ما ذلك، وأدخلوهم للتشيع. نعرف أن الجزائرية ضعيفة شخصيا، وهذه حقيقة، ضعيفة شخصيا يعني ضعيفة في ثقافتها، في حتى في لغتها، في انتمائها حقيقة لتاريخها ولبلدها، وتظن أنه كل الشعوب الأخرى أفضل من ثقافتها ومن لغتها ومن لهجتها ومن بلدها، وهذا خطأ، وخطأ كبير وكبير جدا. ولكن هذا ما نتاجه أو ما أنتجه السينما المشرقية في الجزائريات، وخصوصا في بنات المغرب العربي ككل، وكوننا نحن كجزائريين يجب أن نتحدث عن الجزائريات. قلت لكم هناك جروب يعني أدخل ما مجموعهم 600 جزائرية للتشيع. هذا العراقي ما رح يتزوج بهذه الجزائرية، لكن الفكر تاع التشيع رح يبقى راسخ في ذهنها. فمستقبلا إذا تزوجت بجزائري، نعرف أن الأم هي المدرسة، فتخيل أنت الطفل رح تنشئه أم ملحدة أو أم شيعية مثل هذه. فالتنويه ثم التحذير، هناك أمور خطيرة وخطيرة جدا يعني فاقت يعني ما يخططون له هؤلاء، حقيقة كبير وكبير جدا. يجب أن ندرس هذا الأمر بعناية، يجب أيضا أن نوعي بناتنا، نوعي نساءنا لهذه الخطورة. للأسف 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 النساء الجزائريات ليس جلهم، لكن فئة كبيرة وكبيرة منهم ضعيفات في كل شيء، يعني خصوصا في شخصيتهم وفي انتمائهم، وهذه حقيقة.